أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر بعد الشهادة الأولى الشهادة الثانية، لأن الأولى إذا أدركتها لا تستطيع أن تنفذها إلا بالنصف الثاني من الشهادة بمحمد. أدرك كيف أتحقق بلا إله إلا الله، وبغير محمد لا أتحقق ولا أستطيع. ولذا لا ينجو إنسان بالشهادة الأولى، لابد من اجتماع الشهادتين أن يكونان موصولان. ولذا قرن اسمه باسمه وجعل طاعته من طاعته، قرن اسمه الله باسمه محمد، حيثما ذكر الله ذكر محمد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. انظر كيف قرنه معه في كل حال، حتى أنه في عالم الحس وعالم الخلق كتب اسمه على سقف عرشه بجوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما خلق أبونا آدم ونفخ فيه من روحه وأطلعه على كونه وهو في الأرض، آدم خلق في الأرض من طين الأرض ولم يخلق في الجنة كما تتصور أو تصور اليهود، ثم لم دخل الجنة ثم أنزله الله إلى الأرض، لا، هو خلق في الأرض من أولها. إني جعل في الأرض خليفة، خلقه من تراب الأرض ومن طين الأرض ومن ماء الأرض، كل القضية كلها أرضية، وجعل جنة الاختبار في الأرض أيضا، يأكل من كل الأشجار ما عدا شجرة فيها، فكانت جنة الاختيار أصل الاختبار أصلا في الجنة، لأنه خرج منها لما أكل من الشجر، ولو كانت جنة الخلد فهم منها لا يخرجون. إذن ليست جنة الخلد، جنة يخرج منها، جنة الخلد لا تكليف فيها، كل ما فيها مباح، والله جعله في جنة الاختبار يأكل من كل الشجر ما عدا واحدة، إذن فيها تكليف، فإذن لا يستحيل أن تكون هي جنة الخلد لوجود التكليف فيها ولخروج منها. جنة الخلد لا يدخلها إبليس، وجنة الاختبار دخلها إبليس ووسوس له. كل هذا يدلك على أن القضية كلها أرضية، وأن الملائكة الذين أمروا باستجود ملائكة الأرض، أما ملائكة السماء فلم يؤمر، لأن الأرض فيها ملائكة أيضا، وكل سماء فيها ملائكة، والفراغ بين كل سماء وسماء فيه ملائكة. فالملائكة المأمورون بالسجود والذين سألوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هم ملائكة الأرض الذين رأوا ما فعل الجن من إفساد وفساد. فالقضية كلها أرضية. فلما نفخ الله فيه من روحه فكشف له عن عرشه وعن ساق عرشه وهو في الأرض، كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في محرابه وهو يصلي في المدينة. فالأنبياء يرون ما لا يستطيع أن يراه الآخرون، وسيدنا آدم نبي مكلم أسجد له الملائكة، له شرع ودين، تختلف شرعه يختلف شرعه عن شرع سائر الأنبياء، شرع يناسب بداية البشرية، فكان في شرعه الرجل يتزوج أخته من بطن أخرى، ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية حرم على الإنسان أن يتزوج أخته ابنة أمه وأبيه، فشرعه بشريعة يختلف فيها، جعل في شريعة آدم أن الذي يفعل الشيء ناسيا وكان خطأ يعاقب عليه، أكل من الشجرة ناسيا فعاقبه، وفي شرعنا من فعل ناسيا لا إثم عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن خلقه على شريعة خاصة به تناسبه وتناسب بداية البشرية. فأبونا آدم لما نفخ فيه الروح وكشف له وجد على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمه الأسماء وعلمه القراءة والكتابة، فكان يتكلم بفصاحة. فأبونا آدم خلقه على صورته، أي متكلما عالما قادرا سميعا بصيرا، له مشيئة حرة
عارفا بمولاه أوحى إليه فأعطاه كل الأسلحة التي بها يستطيع أن يقوم بحق الخلافة. هذا معنى أن الخليفة لابد أن يكون فيه بعض صفات من استخلفه، ولذلك أنت ابن آدم فيك هذه الصفات يا ابن آدم، فيسألك عليها. فلما رأى محمد رسول الله على ساق العرش أبينا آدم وأكل من الشجرة ناسيا، ووسوس له الشيطان وأقسم له أن هذه هي شجرة الخلد وملك لا يبلى، وكان لا يظن أن هناك مخلوق يقسم بالله كذب لا يتصور لكمال نقاء سريرته، فصدقه وأكل ناسيا. فلما أكل ناسيا وظهر سوء هذه الحالة وظهرت عورته بعدما كانت مغطاة بالأنوار، وهذه الشجرة التي أكل منها أنبتت في نفسه الشهوة لحواء، كان قبل ذلك يتعامل مع حواء معاملة الإنسان مع إنسان آخر يأنس به، لكن لما أكل من الشجرة دبت فيه الشهوة فصار يحب أن يحضنها يقبلها، مشاعر جديدة جاءت فيه، بقى استغرب نفسه. ثم دب في بطنه حركة فيريد أن يتبول، يريد أن يخرج منه غراز، يريد، كل هذا لم يكن موجودا قبل ذلك. هذه هي التي حدث التغير بسبب الأكل من الشجرة. فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطع من هذه الجنة بعض أوراق الأشجار يغطي بها سوءته، ويختبئ بعيد عن حواء حتى يقضي حاجته، وهي أيضا تشعر بمشاعر غريبة. ثم حاضت تغير، ثم بدأ يدفل ويكح ويخرج منه مخاط، شيء عجيب، تغيرات. فشعر أنه تغير فاستغفر ربه كثيرا، وكان من بين هذا الاستغفار سابق علمه بأن اسم النبي بجوار اسم مولاه، فقال اللهم إني أسألك بمحمد إلا غفرت لي. والحديث رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. فقال وما علمك بمحمد يا آدم؟ قال له لما نفخت فيا من روحي وأطلعتني على عرشك وجدت اسمه بجوار اسمك، فعلمت أنك لا تقرن اسم أحد بجوار اسمك إلا إذا كان أحب الخلق إليك. فقال صدقت يا آدم، ولولاه ما خلقتك. فهذا هو حبيبك سيدنا محمد الذي صلحت به الأكوان، ونجى الله به أبينا آدم من أكله من الشجرة، وجعل أكله من الشجرة وإن كان في صورة معصية سببا لخروج الذرية منه، فخرجت الذرية على مراد الله، فظهر الأنبياء والصالحون والأولياء والشهداء والعلماء، كما ظهر أيضا أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإمام فريق الجنة هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله،